صفاء كامل، منسقة كي لا يمحى الأثر. احنا بدأنا بمحو الأمية السياسية بسبب حاجة مجتمعية، اللي هي نحن اليوم بمرحلة جدا متغيرة، في مصطلحات كتير جديدة كنساء ما عنا معرفة فيها. طبعا لحتى نوصل للمشاركة السياسية للمرأة، المشاركة السياسية احنا اليوم المرأة هي نصف المجتمع. احنا وقت عم نقول مشاركة سياسية للمرأة ما عم نقول انه تكون فورا هي صانعة قرار ورئيسة، يعني احنا ما عم نطالب بهي المطالب بالدرجة الاولى. بالنسبة للاعداد اللي ممكن تستهدف هيك نشاطات، طبعا هي كانت بالبداية كان في صعوبات، كان في عدم اهتمام بهذا الجانب من النساء، ولكن لقينا بعد انه لا، صار هذا الامر متداول، في حب للمعرفة. هلا كانت بالنسبة للفئات الاولى اللي كنا نستهدفها كانت الاعداد تتراوح مثلا بين 20 و30 يعني ببداية العمل، ولكن اليوم احنا بنحكي باعداد كتير كبيرة بتوصل للمئات الاهتمام بالمجال السياسي. أنا راما، بشتغل مدرسة. هدفي من حضور هذا التدريب إنه نحن تهجرنا من الغوطة الشرقية، وصار عنا صغرة كتير كبيرة. إنه أنا ليش تهجرت؟ ليش جيت لهون؟ شو يعني تهجير قسري؟ أنا شو مستقبلي لقدام؟ في مصطلحات سياسية كتير مرقت علينا نحن ما بنعرفها، ما بنعرف شو هدفها. فنحن حبينا نحضر هذا التدريب لحتى نحن نتعرف على هدول الأمور ويصير نخفف من هي الصغرات اللي نحن واقعين فيها. هلا بالنسبة نحن قلنا كنساء، يعني كنظرة المجتمع قلنا نظرة الرجال اللي هو النصف الثاني، إنه المرأة للمنزل للعمل لتربية الأطفال، وكان في جهل كتير كبير عنا من قبل بالنسبة للسياسة. لكن هلا صارت المرأة عندها تطلعات كبيرة، صار يعني بدها تعرف هي وين رايحة وشو أهدافها، يعني هي معقول تضل بمكانها؟ معقول ما تعرف شيء؟ مصيره وين رايح؟ شو مستقبلها؟ فصار عنا كتير، يعني صار هدفنا نحن انه نتطلع ونعرف، صار عنا في معرفة بهدول الأمور.